العرائس سنة 2010 لتبتدئ نشاطها في المدينة بعدة أنشطة متنوعة من ضمنها أو من أبرزها المهرجان الدولي للثقافة والفنون والتراث، وها هو في دورته العاشرة بعد توقفه لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا. أيها الحضور الكريم، حللتم أهلا ووطأتم سهلا، جئت سعداء بحضوركم في هذا العرس الثقافي المنظم بمدينة العرائش وها هو في دورته العاشرة. The Rhythm Boys Original هي فرقة من مدينة سلا تأسست سنة 2016 للإيقاعات البرازيلية الممزوجة بمختلف الإيقاعات. رحبوا معي وبتصفيقات حارة بفرقة The Rhythm Boys Original، فليتفضلوا مشكورين إلى الخشبة ولاعب إيسوكا بمدينة سلا بالألعاب النارية، فليتفضلوا مشكورين تحت تصفيقاتكم الحارة.